السلام عليكم ورحمة الله. يرجى الاشتراك في القناة، فعل الجرس ليصلك الجديد. تم اليوم الجمعة تسجيل 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 144,504 حالات موزعة عبر 48 ولاية، حسب ما كشفه عضو رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فرار. كما تم تسجيل 452 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد متعافين من فيروس كورونا إلى 100,083 حالة شفاء. في المقابل تم تسجيل 13 وفاة جديدة، ليرتفع 1,811 وفاة رحمهم الله جميعا.